لا لرفع نصاب حصص التعليم، لا للتشريك بين الاختصاصات، لا لتدمير جودة التعليم. تحت هذا الشعار نفذ المعلمون الثانويون وخريجو دار المعلمين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اعتصاماً أمام المقر الرئيس للوكالة في بيروت، دفاعاً عن وجود الأونروا وحماية لحقوق العاملين فيها عموماً والثانويين خصوصاً، ورفضاً لاستبعاد خريجي دار المعلمين عن التوظيف. طالما نحن موجودين في اللجوء هذا يعني أن هذه المؤسسة ستستمر، اللي عجبوا واللي ما عجبوا، واللي ما عجبه يرجعنا على فلسطين كما ذكر الأستاذ. النقطة الثانية، نحن متمسكون بالقانون ولن نسمح لا للإدارة ولا غيرها بأن تتجاوز هذا القانون تحت أي ذريعة. هذه الثانويات والأونروا بشكل عام تقدم خدمات صحيح، ولكن هذه الثانويات هي نقطة مضيئة في تاريخ الشعب الفلسطيني على مستوى العالم. فهل تريد إدارة الأونروا أن تدمر هذه الثانويات؟ كثانويين في لبنان نرفض كل الإجراءات والقرارات غير القانونية لاتخذتها إدارة الأونروا تجاه الثانويين بدل المكافأة. تقوم الإدارة بأخذ قرارات فيها إيصال الضيم للثانويين، من ذلك أولا رفع حمل ولود الأستاذ الثانوي خلافا للقانون لـ 22 حصة، مما يتحمل هذا عبء على المدارس والمعلمين. ودعا المعتصمون إدارة الأونروا إلى التراجع عن قرارها، وأكدوا أنهم مستمرون في تحركاتهم بما يكفله لهم قانون البلد المضيف ونظم الوكالة.